المدعية العامة تنتقد المحكمة بعد تبرئة الشرطي من تهمة ضرب شاب. نصف النمساويين يؤيدون إجراء مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا. البرلمان يقر مكافأة تصل إلى 340 يورو شهرياً للمتدربين. السجن 12 عاماً والتعويض 90,000 يورو لنمساوي اغتصب بنات أخته. فيينا تقر مساعدات جديدة في إيجارات السكن لمتلقي المساعدات. وتراجع في أعداد المواليد وزيادة في الوفيات والطلاق العام 2023. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. برأت محكمة فيينا شرطيا من تهمة الاعتداء على شاب، وزعمت المدعية العامة أن القرار لم يتم تداوله مع هيئة المحكمة بل من قبل القاضي بمفرده. وكان الشرطي قد ضرب رأس شاب عدة مرات على الأرض مما أدى إلى إصابته بجرح عميق في رأسه، وخلصت المحكمة إلى أن الشرطي لم يرتكب إساءة استخدام للسلطة عن قصد، وأن استخدام العنف لم يتجاوز الحد المبرر. وقدمت المدعية العامة استئنافا على الفور، واتهمت القاضي بقراءة نص الحكم المكتوب الذي أعده هو بنفسه مسبقا. أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن 49% من النمساويين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي دفع أوكرانيا إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا. وقال 31% فقط أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم أوكرانيا في استعادة أراضيها، وتوقع 20% من النمساويين فوز روسيا، بينما يرى 7% فقط إمكانية لفوز أوكرانيا، و 36% يرون حلا تفاوضيا، وقال 33% أن اللاجئين الأوكرانيين يمثلون فرصة للنمسا، بينما يرى 26% أنهم يشكلون تهديدا. وقد تم استطلاع 17,000 شخصا في 12 دولة أوروبية. وافق البرلمان على مكافأة التدريب الجديدة لمساعدة المستفيدين من المساعدة الاجتماعية أو الحد الأدنى للدخل على العودة إلى سوق العمل، وتبلغ قيمتها حتى 340 يورو شهريا وتختلف حسب مدة التدريب. وتهدف المكافأة إلى تحفيز المستفيدين على المشاركة في برامج إعادة التأهيل والتدريب، ويتوقع أن يستفيد 2400 شخص من هذه القواعد الجديدة، وسيتم دفع المكافأة بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية، ولن يتم أخذها في الاعتبار عند حساب المساعدة الاجتماعية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية روخ: نهدف إلى تحسين فرصهم لكي لا يعتمدوا على شبكة الأمان الاجتماعي لفترة طويلة. أدين نمساوي بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على بنات أخته القاصرات والإصابة الجسدية الخطيرة في محكمة الجنايات بفيينا، وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 12 سنة إضافة لتعويض قدره 90,000 يورو يدفع لهم، والحكم غير نهائي. ويزعم أن الرجل استغل الفرص منذ عام 2017 لارتكاب تجاوزات جنسية عندما كانت زوجته غير موجودة في المنزل، ورفض المتهم الاتهامات، ونفت زوجته أيضا معرفتها بالاعتداءات، ولكن بناء على سجل دردشة مثير للاشتباه وتقارير طبية ونفسية أثبتت التهم. وافقت حكومة فيينا على مساعدات جديدة للإيجار ستوفر المزيد من دعم السكن للأشخاص الذين يعتمدون على النظام
الضمان الاجتماعي اعتبارا من مارس المقبل. وتهدف هذه المساعدات إلى توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على دعم الإيجار، بالإضافة إلى زيادة مبالغ الدعم للمستفيدين الحاليين. وسيحصل جميع المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي على دعم أعلى لتغطية تكاليف السكن المتزايدة، حيث تهدف إلى مكافحة الفقر بين الأطفال. ولذلك سيتم دمج عملية تقديم طلبات الحصول على مساعدة الإيجار مع نظام المساعدات لتسهيل الحصول على الدعم. سجلت النمسا انخفاضا كبيرا في معدل المواليد خلال عام 2023، مصحوبا بانخفاض في حالات الزواج وزيادة في حالات الطلاق. وانخفض عدد المواليد بنسبة 5.6% عن العام السابق و10.2% عن متوسط سنوات ما قبل كورونا. وشهدت جميع الولايات التسع انخفاضا في عدد المواليد، حيث سجلت ولاية تيرول الغربية أكبر انخفاضا بنسبة 9.2%، وسجلت النمسا 45 ألف حالة زواج بانخفاض 5.3%، وانتهت أكثر من 14 ألف حالة بالطلاق بانخفاض 13.5% عن متوسط سنوات ما قبل كورونا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.